يقول: توفي والدنا ونحن أطفال ولنا أخ كبير، وترك لنا والدنا تركة، فباع أخونا الكبير نصف التركة وتزوج بها وبنى بيت واشترى سيارة وأخذ من باقي التركة كأي واحد منا. عندما بلغنا سن الرشد لا ندري الآن كيف نتصرف معه، وجهونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا الشيء لا يحل له، ولا يجوز للولي مال القصار والأيتام أن يتصرف فيه لنفسه. قال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بقدر عمله. طيب، يأكل بقدر عمله، مثل ما يأخذ غيره، لو يستأجر واحد يعمل فإنه يأكل مثله ولا يزيد، يأكل بالمعروف. فالواجب على من ولي مال القصار أن يحسن فيه وأن يحفظه وأن يسلمه إليهم، وإذا احتاج إلى شيء في مقابل عمله يراجع القاضي ليفرض له ما يجوز له شرعا. وأما ما بين السائل وبين السائل وإخوته وبين أخيه الكبير، نعم، فهذه دعوة يرجع فيها إلى المحكمة. نعم.